حياك الله. بداية حدثينا عن فكرة برنامج طيبات، كيف أتت هذه الفكرة وما هي المحاور التي تقدمينها للمشاهد الكريم خلال الشهر الفضيل؟ نسأل الله أن يهله علينا باليوم والبركة. فكرة برنامج طيبات يعني برنامج تغذوي بشكل عام، بس الغرض منه أنه يقدم المادة التغذوية أو المعلومات وهذه الأشياء بفكرة بسيطة، بشكل يوصل للجميع، بشكل سهل الهضم مثل ما نقول. يا سلام. وفي رمضان إن شاء الله هذا العام يعني نحاول نغطي مواضيع إضافية من المواضيع يعني اللي تكلمنا عنها في العام الماضي. جميل جدا. وتكون أشياء تمس حياة كل حد إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما هي الفئة التي تركزين عليها زينب من خلال هذا البرنامج؟ الجميع، يعني حاولنا أن ننوع بين المواضيع وأن تكون مواضيع تمس الكبار، الصغار، الأصحاء، المرضى، الجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى. أبرز المواضيع كذا لذا تطلعين على بعض العناوين القادمة إن شاء الله تعالى تشوقين أو تشوق المشاهد الكريم لمتابعتك في رمضان إن شاء الله. هذا العام حاولنا ندخل أكثر بعمق في المواضيع الحديثة جدا، يعني مثلا بكتيريا الأمعاء والتغذية اللي راح تناسبها، النظام المستدام، النظام النباتي، هذه المواضيع الحية جدا في الوسط العلمي والوسط التغذوي، حاولنا ندخل فيها بشكل أعمق وأنه تكون شيء مفهوم للجميع. جميل جدا. أكيد زينب من خلال النسخة الأولى في رمضان الماضي كانت هناك أصداء وصلتك من المشاهد الكريم، فكلمينا عن التغذية الراجعة الإيجابية اللي وصلتك من خلال النسخة الماضية. الحمد لله كانت يعني ردود الفعل جدا ممتازة حتى من مرضانا، يعني صار انه احنا شفنا البرنامج وكذا، بس اللي كان جميل انه كان البرنامج قصير، قالوا انه يعني يعجبهم انه كان البرنامج قصير وانه كان مختصر ويعني بلغة عامة اكثر يعني بسيطة. فالحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله والجهود الفريق بعد اللي اشتغل كثير على اعداد البرنامج بشكل ممتاز، فجدا يعني ناس بدت تتابع، بدت تروح ترجع للحلقات في اليوتيوب، وناس غيرها تابعت الإعادة حتى لما انعرض، فالحمد لله الحمد لله رب العالمين. هو أكيد زينب خير الكلام ما قل ودل، وأنت قدمتي بأسلوب أيضا رائع وسلس للمشاهد أنه يعي هذه المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. كيف توقعاتك للنسخة الجديدة والقادمة بإذن الله تعالى؟ إن شاء الله إن شاء الله يكون على محاولاتنا إن شاء الله ويوصل للجمهور بالصورة اللي نتمناها بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. زينب، بما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، أنت ذكرتي لي اليوم أنه في البعض رجع يتابع الإعادة، اليوم منصة عين تقدم برنامج طيبات، اليوتيوب في وزارة الإعلام يقدم برنامج طيبات، موجود على منصة إكس، كيف تستغل زينب وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان بعيدا عن برنامج طيبات لحث المجتمع على التوعية الغذائية بالشكل الصحيح؟ طريقتي بشكل عام هي أنه نحن نكون المثال أو القدوة للناس، فأنا شخصياً أستخدم وسائل التواصل إن أنا أعرض مثلاً تجاربي وحياتي من جهة تغذوية، من جهة نمط حياة صحية، علشان ما يكون بس كلام، إنه ناس تشوف إنه والله هذا شيء فعلاً يصير، نحن نقدر نعيش بهالطريقة، وما إنه بس أنا أنصح من بس كتب علمية وما شابه، إنه هذه تكون بالفعل نمط حياة إن الواحد يقدر يعيشه. زينب، كسؤال أخير، كيف تري الوعي المجتمعي اليوم في ظل وجود هذه الوسائل وفي ظل وجود أمثالكم زينب ممن يحث المجتمع على الطريقة الصحيحة في أسلوب الحياة الغذائية، كيف ترى وعي المجتمع اليوم خصوصا المجتمع العماني؟ المجتمع يعني في تحسن، بس التغذية من زمان يعني من المواضيع، أكثر المواضيع اللي عليها إشاعات وعليها معلومات كثيرة والكل يبحث، يعني هذا كل حد يريد يتثقف في هذا الشيء، فأحس أنه في الفترة الماضية يعني في صار في وعي أكثر، صار في أيضا محاسبة على المعلومات المغلوطة نفس الشيء، لأن هذه في النهاية راح تهدد صحة الناس يعني. صحيح. لكن الحمد لله أحس إنه في وعي، لأن حتى نشوف هذا في استشاراتنا في المستشفيات إنه الناس الحمد لله يعني تطلع تقرأ. نعم. تشوف تدور، فالحمد لله. الحمد لله، كل توفيق لك، وفي انتظار طلتك على شاشة سلطنة عمان في القناة العامة. زينب بنت يوسف آل محمد، معدة ومقدمة برنامج طيبات، نهار سعيد نتمنى لك. إذن مشاهدينا الأحبة، مستمرين معكم في قهوة الصباح، وأكيد هناك باقة كبيرة من البرامج القادمة في رمضان شهر البركة، نسأل الله أن يهله علينا وعليكم باليوم والبركة. فاصل ولنا عودة.